بكم. غالباً ما نسمع عن خلافات بين أهل الزوج والكنة، خلافات متكررة لو اشتدت خطورتها تكون نتيجتها حتماً الطلاق. لكن عندما يغيب الوعي وتستيقظ الخطيئة، قد يؤدي هذا الخلاف إلى جريمة قتل. ضحية عدد اليوم امرأة متزوجة وأم لطفلين من ولاية باتنا، تعرضت لحادث أو لضرب أدى إلى وفاتها بطريقة بشعة. أهل الضحية يتهمون شقيقة زوجها بالقتل العمدي نتيجة المشاكل المتكررة التي وقعت بينهما. أما أهل الزوج أكدوا أن مقتل كنتهم راجع إلى حادث بالبيت لا غيره. تفاصيل أكثر للقضية نرويها لكم في هذا العدد، فلنتابع. بتاريخ 31 جانفي 2014 وفي حدود الساعة 2 زوالاً، ترقت إحدى العائلات بولاية باتنا نبأ وفاة ابنتهم الصغرى آمنة البالغة من العمر 26 سنة نتيجة تعرضها لإصابات بليغة بعد سقوطها من السلالم في مسكن زوجها عند تنظيفها للمنزل تحضيراً لعودة حماتها من البقاع المقدسة. تحت الدروج. الحادثة لم تمر برداً وسلاماً على أهل الضحية التي فارقت الحياة تاركة وراءها طفلين في عمر الزهور، مخلفة حالة من الحزن والأسى وسط الأهل والأقارب. من دريا فير طاحت قلت تكسرت ولا حاجة، رحت نجري السبيطار، دخلت ليزيرجونس ما فهمت فيها والو، شفت طفلة صاي ميتة، دمو مات، الدنيا ميتة ديجا. كي دخلت هنا لقيتها ميتة يا بعد، صاي عينيها محلولين مشرعين وكل ميتة، اسمها لقيتها ميتة، غير يديروا لها في لي زاباراي هذوك برك، بصح هي ميتة صاي ديجا. كي دخلت لقيت عينيها ماتت، لا هذه ماتت في الدار، باينة بلي عندها نص ساعة وفايتة الساعة ملي ميتة، اسمها ميتة المرأة. يقولوا بلي طاحت، قالوا كانت تسيق وتمسح في الليستر وحكايات، تمسح في الليستر قال كلمة زلقت طاحت. هذا واش فهمنا احنا نهار الاول. المشاكل العائلية التي كانت تعيشها الضحية يومياً مع أهل زوجها والأجواء المشحونة التي كانت سائدة هناك دفعت بعائلة آمنة لطرح العديد من التساؤلات في ظل وجود شكوك كانت تحوم حول القضية التي حاول الأهل فك خيوطها. ملي داوها ما هي صالحة معاها، يكرهوها يضربوها، هو فيها ثاني، هو أمه تقول له ضربها يضربها. هي كانت مشاكل، هي كانت بزاف مشاكل بينها وبين هذه سلفتها ديما تشنك، كانت تشكي منها بزاف ديما كذا، ديما عايزة تضربتها هاي هكا ديما بزاف هي اللي ديما تشكينا منها. وهي نهار مات، نهار طاحت يا بنت كانت تما في الدار. أنا خلي اسمع، تكسرت ولا طاحت ولا ما حطيتهاش انا تاع. ومن بعد هو خرج خويا عاود تعيط له في التليفون، سمعته يبكي، قال لي ماتت. رحنا لقيناها حاشا الله قضاها الله، مش عايز يقول عبد حسبنا الله ونعم الوكيل في العباد، هذا ما خلوه ما داروا لها، يعايروها يقطعوا لها قشها ما يعطيوهاش تاكل، داروا فيها العجب كل يوم يصبوا فيها، كل يوم قالت لي ما يصبوا يغدوا عليا كل يوم. رغم اكتشاف آثار غريبة وعلامات على جسد الفقيدة بالمستشفى، غير أن أهلها لم يأبهوا لذلك من شدة وقع الألم الحادثة. كي رحت للوبيتال هضرنا مع هذاك تاع لامورغ، جبدها رحنا دخلنا للشومبر هذيك، جبدها
حليت عليها انا هذيك لابورشات هذيك، خلعت تخلع شغل شافير طيحه هذي، اسمها شغل الدم بزاف في راسها ومضروبه بارت وزرقه في صباحها، زرقه في هنايا في جبهتها، هذا ما كانش شعر ما كانش، خبشات في وجهها. قلت فيني وش هو هذا اللي يطيح من يسران وش هذا الشيء كل؟ كيدنا واحد اللي ربع شهر ولا كي خرجت الاوتوبسي والاخر الطبيب الشرعي قال لك الطفله هذه ماهيش ما طاحتش، الطفله هذه عندها ضربات، الطفله هذه شغل عندها في راسها مضروبه منها مضروبه. ثم ديكوفرينا باللي الطفله ماهيش ماتش من طيحه، الطفله مقتوله. بعد 3 أشهر عن الحادثة تلقت عائلة الضحية نتائج تشريح جثة ابنتهم آمنة، حيث أثبتت التقارير وجود آثار عنف واعتداء على الضحية المتوفاة على مستوى الرأس وعدة مناطق متفرقة من جسدها نتيجة لأداة حادة وقاطعة، كما نفى التقرير احتمال سقوط الضحية من السلالم. احنا درك كنا مشوكين وكنا مخلوعين وعلى بالنا باللي طاحت، قلنا تاع رب العالمين مرحبا بها. مي كيخرج الطوبسي، الطوبسي فيه قدام ضربه، ماشي ضربه واحده ولا تعطيحه ولا سما، فيه الطوبسي فيه حوايج بزاف تبين باللي الطفله هذه ماتت مقتوله، ضربوها بآلة حاده في راسها، ثم راسها محلول بزاف، محلول بربع ضربات ولا خمسه في راسها منها من الاولى، وضربات في صباحها، ضربات في وجهها مخبوشه، سما باينه بلي ماهيش تعطيحه، الحكايه تعطيحه ولا سما، باينه بلي مقتوله الطفله هذه، باينه بلي مضروبه. نعم لوطوبسي بعد بين بلي الطفله هذه ما ماتتش كيما نقولوا نورم، ما ماتت طاحت، بلي مضروبه، سما شغل ضربوها. الناس يطيحوا من 5 أيام و8 أيام وما يموتوش، ما يموتوش هذه المتشينه هذه. احنا كي رحنا شفناه في السبيطار مش عبد طاح، عبد صارع، كان في مصارعه حقيقيه، الشعر مجبود، يديها طالعين للسما وفمها محلول، السما ما تموت الشرقه، مات هكا تقول ضربت ضربه هذيك ضربه قاضيه. واحد يطيح من السلوم ما يخرجوش هذو 3 ضربات في راسه هنا في دماغه، ولا هو الطبيب يا اخي قال هكا، الطبيب الشرعي هذا ولا وش هو قال هكا، قال هذه تطيح من السلوم تتكسر تحل راسها نخيطوها، هذه تقول كانت وجهها عرقان ومداير، تقول كانت تتقابض، انا تصويرات تاعها درك مازال تبين عينيا، تقول كانت تتقابض الطفله هذيك. الطفله هذه راهي مقتوله وما يقولون انها طاحت، والطبيب الشرعي راهي يقول راهي ميته مقتوله مضروبه، تقريبا تاع الطبيب الشرعي يقول هي مقتوله، راهي ما كي تشوفها انت كنت شفتها في اللحظه هذيك، في اللحظه هذيك مش تعطيحها ومش تاع وحده طاحت ولا قال تزوها، هذه مضروبه ضرب، مضروبه مقطشه، وجهها فازت، فريستها منها فازده، الضربات في راسها هنا 2 ضربات مش ضربه وحده، وحده هنا حكمتها هنا حفره تاع حاجه، ضربه حاده، حاجه حاده هكا، حاجه مارط و فاس حاجة حادة. وقائع القضية التي كانت ولاية باتنا مسرحا لها حسب شهادات أهل الضحية تعود إلى سوء تفاهم وخلاف بين الضحية وأهل زوجها بأشهر قبل الحادثة، حيث وقعت مناوشة كلامية بين الطرفين بعدما صرخت آمنة في وجه شقيقة زوجها، حينما سألتها عن سبب تصرفاتها العدوانية تجاهها، ما جعل زوج المدعو آمنة يقوم بصفعها وضربها. ما كان حتى سبة، جاو خطبوها كيما الناس، شتاوها، جاو خطبوها كيما يخطبوا الناس الكل، راحت كيما راحت بدات المشاكل، وحنا نقولوا لها ما كانش اللي ما عجبتش عليه المشاكل، احملي ولاوي على جال ولادك، وما كانش اللي ما فوتتش المشاكل، بصح ما توقعناش حنا توصل لدرجه انهم يديروا، يا اسمها ما خلاو ما داروا لها.
ضربوها، ضربها هو، ضربها هو، ضربها زوجتها، ضربوها سلافاتها. بس حنا ما توقعناش انها توصل درجه القتل. حنا قلنا لها ما كاش لي ما لواتش في دار في 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 دار راجلها، بصح يجي نهار ويفرج ربي. ما توقعناها حنا لو كان دريناها تموت نهربوها سبع جبال وسبع بحور، ما توقعناش توصل الدرجه هذه. قشها اللي هو قشها داتو معها ما بان ما ظهر، يديوه ذهبها ما كانش، كلش داوه عبيد راح يرجعونا العصر ما على باليش انا تاع وقتها. ذهبها ما كانش، ما ذهبها داتو لها ما، مش هما اللي داروه، هما ما داروا لها والو، داتو لها ما تقول لها ما جيبي ذهب كذا نشوفوه، ما كانش ذهبها نحوه لها. قشها ما تجيبوش، تدي تشري لها ما القندوره تروح ما تردهاش، وراي القندوره ما بانت ما ظهر، تلبسها فرد خطره ما تبان ما تظهر، يقطعوا لها قشها بالمقص. خيطت قندوره عجبتهم، خيط قصوها لها بالمقص، قالوا لها ما تلبسيهاش. زادت مسكينه زادت خيطت كيف هبل، مكرا فيهم قالت لك مكرا فيهم خيط كيف هبل، ما خلوهاش. هذا في قشها في ابسط حاجه ما خلوهاش. بعدها مباشرة اتصلت الضحية بشقيقها وأخبرته بتعرضها للإهانة من طرف زوجها وشقيقاته، ما جعل هذا الأخير يتصل بزوجها ليستفسر عن أسباب الواقعة وطلب منه الحضور للحديث معه. أخبرك وراك ما أحكيش أنا التليفون، وراك ما أحكيش أنا التليفون، فروح أنا بتبين وستنى بيك نظر معه هي أروح صح. ايه قول لي علاه تضرب فيها؟ ضربت خطوه هذه جاي مرة 26 سنة في حياتها ما نساش واحد، يجي واحد كيما انت يضربها. ضربها واحدة وزوج وثلاثة يا حمودي راني كي جيت داخل الدار جيت ندير لها وشو ما ضربهاش على كل قدر ما ضربهاش هذه هي ما ضربهاش شتي واحد يضربك انا ما شتيش تربح خويا دار الشرعي قدامك طلق طلق ما فيهاش هضرة روح طلق ولادك ديهم شوفهم كيما الناس ما تفهمتوش ما تفهمتوش نورمال ما كاين والو حكيت معاه قلت له انا ما فهمتش حاجه قلت له علاه تضرب فيها علاه دا يحكي لي وكذا شو ما مشاكل قلت له ما تحكي لي على والو انا احكي لي انت ومرتك علاه ضربتها فهمني ما بغيتهاش روح طلقها طفلها هذه ما يخصها والو الحمد لله احنا بلا بينا احنا عندها رزق باباها عندها ما عندها كل شيء حاجه ما تخصها كانت عندنا معزه مكرمه مدله فهمني طلقها وانتو عندك ولاد تروح شوفهم ما فيهاش عيب قلت له ماكش قادر على المسؤوليه ولا ما على باليش ولا ما عجبتكش ولا شايف حاجه اخرى ولا ما تفهمتوش ما تفهمتوش انا هكا نعرف قال لي فوالا مرتي ومنا 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 وكذاش قلت له خويا روح طلق انا ما صاي بس كاين مشاكل بزاف من قبل كل خطره كذاش منا دوك نجري الامور دوك ندير دوك ندير دوك فهمتني. عند مغادره امنه منزل زوجها قامت باصطحاب طفليها معها هو ما جعل إحدى شقيقات الزوج تقوم بمنعها فنزعت منها الطفلين وتركتها تنصرف بمفردها إلى بيت أهلها. عند وصول الضحية إلى بيتها العائلي تناولت أطراف الحديث مع أهلها ومن هناك طلبت الوالدة منها الرجوع إلى زوجها والصبر على ابتزازات شقيقاته. كانت ديما مناقشات بيناتهم سلفتها الكبيرة خاجزتها كانت فعل عمرها يوما كانت تشكي تقول سلافاتي منا ترى ما وش دير ما يعجبهمش الحال وش دير ما يعجبهمش الحال قدا خطره جات تغضب خطره جات 12 تاع الليل بها بولادها عريانين هي جات بكلاكات زي وكلاكات زي جات في الليل
وحنا قلنا هذيك يلا فينا خلاص ما فضل مكتوب فضل مكتوب ومكتوب تزيد هكا جالها جالها للكلمة. في تلك الأثناء قام زوجها بالتوجه إلى شقيقها الأكبر كريم، طلب منه السماح له باصطحاب زوجته نظرا لكون والدته مريضة، فاشترط منه كريم أن يؤمن لشقيقته مسكنا بمفردها كي لا تتورط في مشاكل ثانية مع محيط أسرته. في حالة لازم نفهم معها ولازم تبقى تعاوني. يا اخي اختاري فانت ضربتها وطلقتها. يا ولدي تعقل مش حد ديرو كتبت وسمحوا لي وما زيدش نعاود وغادي الخيرة وشرب مش بعيدة. دارها وحدها. قابل. قابل دارها وحدها. دارها وحدها ما زيدوش مرديوها. راني خطره نخطره هذه يد الخير ما دارني يا رفوان زيد تعاود وترجع لي هنايا راني نفري ان نفك عليا السوق هذا هذه يد الخير من هذه ما نزيدش نجيك طرد. من بعد جا الطفل اللي يحاول فيه وانا درت داري وحدي و حنا شرطنا الدار وحده. انا ما شرطتش بصح الطفل كبير شرط عليه قالوا انا ما بغيتوش خلاص قلت له طلقها ما فيهاش. الطفل الكبير قال له فوالا دير لها دار وحدها و دار دار وحده. ها هذا بيتي وما تحوسيش ما تتشي عليا كيف قالوا خابك هاي دارك. غادرت آمنة منزلها واستقرت في منزل جديد، إلا أن شقيقات زوجها لحقن بها إلى المنزل الجديد، هو الأمر الذي أثار أعصابها وجعلها تعيش في حالة جد صعبة. على زيدو تلحقتوني من أخي خطيتكم الدار هذه فكرتوش مني دار خونا ما تساليناش وديريش بغيك. بون هي قعدت في دار وحدها واحد الدوموا والله ما قبلوهاش فهمتني ما قبلوهاش بلي تسكن وحدها سكنوا عندها راحوا عندها خلاو دار فيها 500 ولا 600 متر وراحوا سكنوا فيها في كات تحشروا فيها هكذا شي حب باين بلي واحد يحوس على المشاكل. هيا طفله قلقت زعفت قعد ايامات المهم وقال لي خلاص يبا دوك ندير لها دار وحدها راهو سكنوا راه دار راهو سكنوا وحده المهم في لوجمون واش دايروا ماليه راهو سكنوا عنده امو وخواتاتو راهو قعدوا عنده يسمى مشاكل يهوسوا على المشاكل المشاكل ماهيش كيما نقولوها ماهوش خاطينها كيف كيف زادوا قعدوا عندها ثم مشاكل ضربوا بكا وصروح ورواح وجيبها وديها قعدنا هكا هذه المعيشه. هو قال انا بابا مريض وانا الكبير تاع الدار ومنا ولازم نرجع ونسكنوا شهرين والله وين يرتاح بابا نجيو دوك حاجه هذه واحد ما يهرب منها المرض واحد ما يهرب منه. قالت لنا شورتنا قلنا لها واش راح نقولوا لك حنا حاجه الحق حق بابا مريض لازم يوقف معاه ما عندوش قلنا لها حكمي دارك الفوق وحدك اونكا كش ما كاين انا واحد من الناس قلت لها زيد تليفون عيطي لي نجي ندك دوكيش راسك طول راحت. ايام بعدها طلب اهل وزوج من الضحيه القيام بتنظيف المنزل معهم تحضيرا لعوده الوالده من البقاع المقدسه. طلبت منها احدى شقيقات زوجها النزول الى الطابق السفلي واتمام عمليه التنظيف فيه وهناك تجددت المناوشة الكلامية بينهما وتطورت إلى حد التشابك بالأيدي. هي نهار الحادثة بعد احنا اسما قالوا لها بالي تسيقي معنا هي هما اصلا قالوا لها انت ساكنة فوق في الطابق تاعك وحدك بصح تهبطي تسيقي لتحت تسيقي لعجوزتك وتسيقي للسلافة. قالت لهم ما نسيقش انا سلافاتي يجيو ولا عندهم ولادهم وانا زيد جهدي جهد الطاجي الفوق ما نسيقش. هي اسما قالوا لها تهبطي تسيقي لتحت وتغسلي الماء اسما تخدمي اعمال منزليه لتحت. قالت لهم انا جهدي جهد روحي نخدم لتحت الفوق فرات وهي اسما قاسمه بدارها وحدها. قالوا لها تخدمي اسما ذراع معليش تي عندك بناتك علاه ما يطلعوش يسيقوها بناتك ويتعاونوا ما فيها والو حديروها قالت لك ما يديرونيش انا عبيد. ونهار الحادثه
قالوا لها نديروا نيتواياج باش كي تجي ما تلقى الدنيا نظيفه. قالت لهم شكي والدار جديده حيزهم وين سكنوها؟ ما عندهمش ما بس 6 شهور ولا 7 هذه تواش نيتواياج والدار جديده توا نيتواياج هذا. قالت لهم ما نديرش، هي اصلا نظيفه ما نديرش. قلنا لها والله ما يخليوكش، على بالنا بلي واعرين معاها كل كيما راهم. وراجلها بعد يقولها واش يقولوا الكبير. هو ما نتج عنه تعرض آمنة إلى عدة ضربات بليغة على مستوى الرأس فسقطت أرضاً. بقيت هذه الأخيرة تصارع الموت لعدة دقائق، أما شقيقة زوجها تركتها تنزف ولم تسعفها. حرقة كون ماتت نورمال، نقولوا قضاء الله وقدر، سما ربي مدها ربي يدها. بصح باش يجيو عباد يضربوها لحد، وهذو العباد هذو كي كانت هي كي كانوا يضربوا فيها ما شفتهمش، كانت تعيط ما، وهي طاحت في السكاليات. استغفر ربي كانت هابطه رايحه خارجه لبرا، وقيل عطوها الضربه الاخرى في السكاليات، طاحت في السكاليات. هما داروها حكايه منا، سما بناء داروا هذاك المسلسل هذاك باش يقولوه لنا. دقائق بعدها وتغيب آمنة عن الوعي، تصبح جثة هامدة تسبح في بركة من الدماء. نقلت بعدها إلى المستشفى في حين قام الآخرون بتنظيف المنزل والتخلص من بقع الدم التي كانت منتشرة في أرجاء البيت. معليش هي طاحت، معيطوا الجدرمية، علاه تسيقوا في الدم؟ علاه تسيقوا؟ ما تسيقوش، خلي عندكم قلب. المرأة تنزف قدامكم وانتم يعني تسيق هذا، تسيقوا وعطاكم ربي قلب، تسيقتوا الدم هذاك، والدم هذاك جرى حتى لبرا، جيران شافوا الدم برا يجري برا. عطاكم ربي القوة والشجاعة، واحد يجبد سما يجبد في الروح، وانتم نسيقوا خليوها تموت، نسيقوا الميت هذا ما تموتش سور بلاص. عم قالوا هما، قالت خليوني نموت خليوني نموت. وكي قالوا لهم على ما يعيطوش للجدارمي اسمها للامبيلونس، قالوا ما زربتش جات. هي مات الصباح، هو خويا الصغير هذا كي راح اول واحد شافها في السبيطار شاف الدم يابس هنا على خدها، يابس كون تقشر هكا يتقشر. ماتت الصباح، علاه تسناو حتى الوحده باش تعيطوا لنا؟ تعيطوا لماليها، علاه ما عيطوش في الدقيقه؟ معليش هي طاحت، اي ما ماتتش سير بلاص، راهي دخلت في غيبوبه، علاه ما عيطولناش؟ ممكن لو كان هضرت معانا، ولا خفتوكش ما تقولنا اخر لحظه، ولا خفتوكش ما تقول لنا. ما ماتتش سير بلاص، دخلت في غيبوبه ومن بعد ماتت. خلاوها حتى ماتت شبعت موت، كداوها للسبيطار تاع السبيطار، ما ركبوا لها هذوك لي زاباري هذوك، بصح كانت ميته. ابتدها الغموض وشكوك عديده حول كيفيه وفاه الضحيه امنه. عدة إصابات بليغة على مستوى الرأس، خدوش عديدة في مناطق متفرقة من جسد الضحية. وحنا كي عيطونا ورحنا شفنا في السبيطار في الحالة هذيك، حالة تقول كانت تصارع مع هذوك تاع الكاتش، ولا حالة يرثى لها الشعر منا، فمها محلول، مضروبة، لا هي الضربة تاع الرأس اللي قتلتها، ثلاث ضربات في راسها، مضروبه لجنابها ومخبشه شويه من عينها، وشعرها قلت لك ناصل، مضروبه من كل بلاصه. نهار اللي صرات جريمه تاع الطفله هذه، راهو عيطت لخوها حمودي، كان في طريق الجزائر كان جايه مع الطريق، عيطت لي قالت الطفله طاحت، لحقنا للسبيطار، راهي الطفله لقيناها ميته، مش تطيح هذيك اللي طول يشابوها في الدقيقه هذيك. كي رحنا شفنا المراه هذه تسمى دخلت السبيطار وشتها، مش مضروبه غير ضربه هنا فيها 99 ضربه، ضربه اللي هنا مش تعطيها، الثانيه كيف مضربه هنا في وجهها، مخبشه منا في ذراعيها، شعرها مقطش، شعرها بيض منصر، هنا في رجليها هذانيك زرقاء كل. قالت كي سقيناها من تما اللي جابوها، قالت كي طاح وين طاحت جبناها، بصح المراه راهي ما مش هذاك وين طاحت، المراه راهم جابوها ميته، وش بيها؟ قالك طاحت، كيفاه طاحت؟
بصح هي مش طايحه مضروبه. عائلة الضحية أكدت أن ابنتهم كانت تعيش وسط أجواء عائلية مشحونة في منزل زوجها، حيث أشارت أن الشقيقة الكبرى للزوج كانت تفتعل لها المشاكل في العديد من المرات، وما دفعهم حسب أقوالهم إلى ارتكاب الجريمة. هذا أخته الكبيرة قداه خطرات أني ضربتها واحد خطرتين ولا ثلاث خطرات ضربتها أختها الكبيرة، وهو ديما يضربها والأخرين نحكي لكش على الاخرين، على السبان خواتاته البنات، هو على بالك ما عرف قد انت فلان عنده واحده ربعه ولا خمس بنات، ثم ديما السبان عليها ديما السبان عليها، وتحكي لي مسكينه تقول لي انا نطيب لهم وانا نوكلهم وانا اللي نغسل لهم الماء نتاعهم، قالت لك ياكلوا يكملوا يطلعوا لي الماء نتاعهم نغسلهم. قالت لكم انا هدرش نقول على ولادتي بالك دوك يكبروا ولادتي تفرج عليا ونتهناو من المشاكل هذه، حتى قتلوها داروها تحت التراب. المهم مشاكل اخرى غير المشاكل، ما كانش مو هذه واخواتها هذو ملي زوجتهم وراها وراها وراها، وديما كانوا يهدوها كانوا يقولوا لها نطلقوك تطولي ولا تقصري نديو لك ولادتك، وقدام اقترحها وزوها ثاني نحاولها ولادتها. المهم المشاكل مشاكل مشاكل، حتى انا ماتت مشاكل مشاكل، حتى نسمعنا باللي هاي طاحت تروح للسبيطار لقيناها مات. خويا انا بصراحه نقول لك هذه مشاكل عائليه، واحد يقول لك راجلها واحد يقول لك اختها اختو، انا عارف. المهم هي المراه هذه 90% ما الموت تاعها ما بانتش دركا، انت المراه او يقولوا ها هي كي مقتوله هاي طاحت على السلم، المهم هي هذه 90% مقتوله. خطاكش انا كي شفت الهيئه تاعها في السبيطار لي زيرجونس، كي دخلت شفتها انا وخوها الكبير، دخلنا شفناها المراه كانت في تقول كانت تقابض صح من نهار داوها منا خرجت من الدار هذه وهي معاهم في المشاكل، راحت كنت وحدها لحقوها عاود ردها عند مالي حقها بابا ومريض زدها كي داها خطره الاخرى جبناها روحت للسلطه. الشيء الذي زاد من شكوكهم هو أن الضحية توفيت في المنزل حسب شهادة أحد جيرانها، حيث قام أهل المشتبه فيها بالتخلص من بقع الدم التي كانت بالمنزل، والأمر الذي زاد من غموض وفاة الشابة آمنة. والدم كان برا الدم، ثم الجيران كي يحكي كي قالوا باللي جينا داخلين لقينا الدم فم الباب، حتى الجيران ثم ما جاوا يلحقوا الجيران وما جاوا يخبروا هذيك جارتهم الطبيبه هذيك، سمع حتى فاتوا نطوايا والدم وداروا كيما يقول لك الحسابات تاعهم كل سما باش يخبيوا الحكايه هذه اللي داروها، كانوا موجدين الحكايه هذه سما كيعيطوا لجارتهم، جارتهم سما حتى كي جات لقاتها توفات ربي يرحمها، قالت لهم هذه توفات، لا 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 قالوا لها مازال ما توفاتش وخرجوها، راحوا خرجوها من الدار حتى للوحدة قدوا لها 12 ونص باش داوها لوبيطال، سما حتى كونفيرماو اكزاكت باللي راهي توفات، سما باش كش ما كان هضرة حابة تهضرها يكونفيرمي باللي خلاص سيب ما تقدرش توفات، زادوا بالك زادوا لها ربع سوايع ولا خمس سوايع باش داوها، سما باش كش ما كان هضرة حابة تهضرها يكونفيرمي باللي خلاص سيب ما تقدرش توفات، زادوا بالك زادوا لها ربع سوايع ولا خمس سوايع باش داوها لوبيطال، حتى كونفيرماو قد باللي شغل ما كانش حتى من قلبها وحبس. كما اكدوا ان ابنتهم قتلت مغدوره، خصوصا ان السقوط من سلالم المسكن لا يمكن ان ينتج عنه تلك الاصابات البليغه المؤديه الى الموت. وطاحت من السلوم فيها 10 سنتيمتر، اللي يطيح من السلوم يصرالو الشيء هذا كل، راسها قاع بالدمومات، خشمها يديها صباحها منا زرقاء، هذه ماشي شغل ماشي تاع طيحه تاع سلوم ولا هي باينه ما على باليش باش ضربوها. طاحت في السكينيه طاحت زوج درجات، زوج درجات ومو السكينيه كاين السكينيه تاع بكري هذه من زمان، رانا في ضرب الرخام بومبي
وسكاليات فيه بعشرة 15 سنتيم ولا 10 سنتيم زوج درجات سكاليات وكان جو سيما ولا نقوله ممكن تضربها الحافة هنا بصح سكاليات آخر طراز سكاليات برخام حديد تحم معدول بومبينا كان متلقاش عندهم الحافة هذيك هاك اللي ماضية سكالياتهم معدولين الحديد تاعهم معدول ماشي يعني سكنا قديمه نقولوا سكاليات ماضيين سيما ولا نقولوا دخلت الحافه في راسها وهذا الحديد راح يخرج منه الاخر ويعطيها لراسها وهي سلفتها في الاقبال تقول باللي هزيتها وعاود طاحت لي سلفتها هذه لما كاش وما كاش توزن قنطار ونص لا تسمى ضخمه وهذه اختي وهيبه ما توزنش منطقه 50 كيلو كيفاه هزيتيها وعاود طاحت لك عاود تخبطت لمن شكون يصدقها هذه شكون يصدقها واحد يهز واحد وطاحت له زاد تعاود تخبطت هذه ما يصدقهاش ملايكه في عمره عامين ما يصدقهاش حتى اللي طيح من السلوم يدار هكاك وجهه يعرق والشعر يطير اللي طيح من السلوم انا نعرفه يتكسر يموت تضل جهه ضربه على راسه جهه مراجعين ثاني الداخل هكا نورمالمون هكا ما نعرف الطيح تتكسر رجلها يدها حاجه ما من الطوبسي لو كان يخرج يخرج مثلا مراجعين تاع ضربه في الدماغ الله غالب قدر الله وما شاء فعل حنا بغينا المراه هذه الطفله هذه دوك راهي ما ترتاحش في كبرها حتى تعرف حتى يعرفوا الاهل تاعها شكون اللي قتلها شكون اسكو الطفله هذه طاحت من السلوم ولا مات مقتوله لازم دوك هنا الدوله لازم تاخذ اجراءات تاعها تامه وما حز في نفسهم كثيرا أنهم منعوا من رؤية أولاد الضحية مباشرة بعد وفاتها حيث صرحوا لنا أنهم يدعون في كل مرة عدم وجودهم بالمنزل وفي كل مرة يذهبون لزيارتهم وتفقد أوضاعهم كانوا يجيبوهم ومن بعد ولا يقولون أروحوا لهم التومة وساعة يقولون نام في يحوسوا وساعة يتهربوا ذركا يتهربوا و ساعة يقولون أربحوا التومة لهم ما نجيوش إحنا ما نجيبوهمش أربحوا لهم التومة عندهم واحد شهر ثلاث شهر ما جاوش هي وراحت لهم منهم للدار دها ابنها الصغير وقال لهم عطيب لي الأولاد قالوا لهم ما نمدهم لكش باباهم ما كانش ما نمدهم لكش خلات زوج طفلة وطفل وخلاته صغير قال لك يبكي مسكين هو يا زعما في الجهه قال لك كي صابها ماتت وقتلوها يجري الطفيل هذاك فوق اللوط اما يحوس على ميمته لين راحت طفيل عندها طفله وطفل والدراري بكري راهم يجوني يجي تسمى نجيبوهم ودرك انا رحت لهم ذاك النهار انا وابني قالوا لي ما كاش الاولاد ما نمدوش الاولاد علاوه ما نمدوش الولاد كيلو حناها في الشرع كيف يقنا بهم باللي قتلوها وحناها في الشرع قالوا لي ما نمدوش الولاد الولاد كانوا نهار الاول كي حنا شغل مدارين الطفله هذه باللي طاحت كانوا يجيبونا الولاد شغل نورمال ومن بعد كي خرج الطوبسي هذا وبانت باللي الطفله راهي مقتوله ولاو يمكروا الولاد ما همش يجيبوهم ما بغاوش يعطيهم لنا الولاد قال لك الولاد والله ما زيدوا تشوفوهم هو اللي راهو يقول والله يا الولاد ما زيدوا تشوفوهم كعاد شغل حنا بدينا نعاودوا في التحقيقات ونعاودوا نشوفوا طلعت الطفله هذه كيفاه ماتت وكيفاه منا خطره رحت ليهم انايا قالوا لي بلي ما كانوش هم راحوا المروك ولا هما من ثم وقدام خطره ثانيه راحت العجوز هي والطفل خويا الصغير ما عطاهم لهاش قالوا لها بلي راه ما كانوش راه مسافرين المهم يديروا غير في السبايب باش ما تشوفهمش ساعه ميقراو ساعه في لاكراج ساعه منا كل خطره يديروا لهم السبايب وهذاك باباه قال لهم بلي انا عندي السوارد لو كان تقعد فيا شعرا الاخرى ولادتي ما يدخلوش الحبس يدعى بالسوارد تما ما يخافش ربي هذا ما عندوش بناته هو مش خايف صرا لبناته هكا شغل ما عندكش بنات ما تخافش من ربي عائلة الضحية تطالب العدالة بإجراء تحقيق تكميلي في القضية لأن تشريح الجثة وتقرير الطبيب الشرعي يوحي بأن الضحية قتلت مغدورة بأداة قاطعة وما زاد من غموض القضية حسب تصريحاته نطالبوا الدولة والله خلاتنا محروقين منا احنا في ديارنا والله ما نعيشين نورمال نتفكروها صباح عشية نص نهار والله يا خواتاتي خاوتي زوج اسمها كانوا متعلقين بها بزاف والله العظيم غير ربا واللحية على جالها خلاتنا محروقين صغيرة بصغرها تعذبت وغضنا باللي تعذبت ما عاشتش نورمال في دار رجلها وقلنا معليش بس توصل درجة القتل
يقتلوها بالضربة بالضرب بعده. هذو اليهود ما يديروهاش، والله يا اليهود ما يديروها. واش نطلبوا؟ نطلبوا من الدولة تبين حق اختنا هذه. هي ماتت، هي ماتت تفرط فيها، هي تفرط فينا احنا اللي خلاتنا محروقين. بصح ترقد وترقد وتقول بان حقي، بان حقي. هي تفرط فيها غير هي. مات مولا 27 سنة، ما قتلتش مرة 28، 27 سنة مات في عز شبابها. هي مات تفرط فيها وتفرط في امها وتفرط في خاوتها وخواتاتها. بصح نبينوا لها حقها، ما يعيشوش العباد هذا نورمال. الدولة لازم تجيب لها حقها. وكتي هذا اي 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 قتيله كيما نقولوا، كون جات سرقها والله نقولوا روح ابني او قتل روح. وين تروح؟ طالبوا بالعداله تعطيها حقها، تعطيها حقها. هذه ما فيها لا معرفه لا صوار لا فيها والو. هذه الحكايه لازم لو كان جات يعني الدوله صح نرمموا القصاص، اللي يقتل يقتل، ما فيها والو. انا يظهر لي هذه خير بي اللي قال هكا، مانيش انا يا والله انت والله. احنا حابين حق الطفله هذه يبان، نطالبوا من وزير العدل الطفله هذه يبان حقها، والسلطات المعنيه هذه بالحكايه هذه كل يبينوا لنا حق الطفله هذه ويتحاسبوا على الجريمه اللي داروها. ونطلبوا من الدوله تجيب لنا حقنا، ما انا باغيين والو. احنا مخلينها للدوله، كاينه دوله وكاينه عداله. وكيما رانا نسمعوا باباها يدعي بالصوار بويا بالطفل هذا، وهذا بويا بالبنات هذو اللي ضربوها، ولا ما على باليش شكون كان معاه في الدار. ويدعي بالصوار بلي بالصوار ولاتي ما يدخلوش الحبس. زعما ما كانش دوله ولا كان دوله تجيب لنا حقنا. وهذه هذا ما نقول خاطري. وهي ربي يرحمها وربي يوسع عليها والحقها ويجيبوا ربي. توجهنا بعدها الى منزل الخادمه صفتها شاهدة عيان في القضية، وهي المفتاح لحل غموض وملابسات الحادثة. بعد تحديدنا لمنزلها قمنا بالطرق على الباب، لكن لا أحد يرد. فبقينا بانتظارها لعدة دقائق. لحظات قليلة، الخادمة تخرج من منزلها وهي تخطو خطوات حذرة، وكأنها كانت تعلم بقدومنا مسبقا. خلال تبادلنا للحديث معها تناقضت تصريحاتها في وقائع القضية في ذلك اليوم، حيث أكدت لنا أنها لم تشاهد شيئا مما حصل للمدعوة آمنة، والأمر الذي يثير الكثير من الاستغراب. شحال كانت الساعة؟ شحال؟ وليدي ما شفيتش أنا اللي تنخدم في ليتوايا. بيبري شحال كانت الساعة؟ 9 على 10 الوحدة؟ شحال كانت؟ كيبدا العياط؟ وليدي أنا ما شفتش الساعة. كي جيت الصباح طابني خدمة أكوتي، قالوا لي فاتحة اليوم تيروحي هذاك، والحاجة هي جاية الغدوة ولاد هذيك النهار ولا ما وقت، وهيك النهار أنا المخلوقة المرحومة نتاعكم. والله يا وليدي هي كسمت راهي ربي يسمح لها كي تطلع البالكو يا اخي. والله يا وليدي انا كون شفت عيني كون سمعت عيني يعني، وعلى العبد يدي يشبر ولا قدام شكون يسيق قدام؟ هوك دخلوا حتى صحاب الروت في هذيك الدقيقه سيق قدام. تمسم ماشي دقيقه كي هزوها وكل دخلوا صحاب الروت. صحاب الروت دخلوا الجيران. الجيران الدنيا اخي الدنيا. وفي هذيك الدقيقه سيق قدام. في هذيك الدقيقه سي كنت سيقدم كنت معاهم انت هو كل شكون الكل شكون الجيران؟ هما يزهقوا ما نكذبش عليك، لكن يزهقوا ويجريوا 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 ويجريوا. والجيران دخلت في شكون شكون يدوموند عندهم يسيق قدام؟ شكون يدوموند باش يسيق قدام؟ الجيران صافي مشي راسهم راحوا جابوا لي فورتوار وكذا وسيقوا كل هيك شافوا الدمومات دخلوا. بصح دوك انا جار، دوك انا جار ندخل للدار نصفي فيها الدم. ما كان مدخل فيها في الدم. وليدي الجيران ولا غير من غير اذا مول الدار هذوك اللي من سم دجاو الجيران قابلتهم. ها كاينه واحده مقابلتهم في الليل. ما نعرف وليدي الرجاله غير تلمت خي تشوف كي تعود فيهم. انا كنش الشلوش لعب ما تولحتش. والله يا وليدي انا كنت ندير في ليتواياج غلبانه، كنت مع ليتواياج جيت نسمع في الزيق جيت نجري. السلوم اللي كان داخل الدار هاي وين في البريمير؟ لقيناه قدامها. وين في البريمير يطاش؟ في الدوزيام في الريتشوسي؟ لقيناه يطايش. وين يطايش؟ قدامها. بصح وين هما؟ هي هما عندهم فيلا، عندهم ريتشوسي، عندهم بريمير يطاش، عندهم دوزيام.
حطينو تما. السلو مين كان محطوط؟ كان محطوط في التحت في الطابق التحتاني ولا كان في البريمير ايطاج؟ اها كان قدا لوط خلاص. وين هي؟ وين وين هي من التحت؟ صافي ما طاحتش. وين السلو؟ هي منين طاحت؟ السلوم هو كان قدامها. قدامها وليد. بصراحه خي كي جا وهزقتو علي كونت. هي واش كانت؟ هي واش كانت ميطوايين؟ اه وليدي ما قالوا بالطوايات قدام دارها وهبطت للسكالي هكا قالوا. صافي هي طاحت من السكالي ولا من السلوم؟ طوايات دارها هي ما ديرش معاهم. هي هي معاهم ها يعني ما يعني دي تدخل لبعضها. هي وين كان طيحة؟ طيحة طيحة في التحت؟ طيحة لتحت. هي كان طيحة هي التحت. هي صافي صافي صافي. الواحد كي يطيح من التحت كي يكون من التحت ما ميطيح من السلم يصرى له شو صرى له وصرى لها هي. اسما كانت تسيق الفوق هي في دارها قالوا. وهم لقاوها لتحت. اه وش جابها من فوق لتحت؟ شحال كان من ايطاج؟ شحال؟ هبطت مع السكالي. صافي الطروازي طاح شويه تكركب وطيح وتاري تشوصي. هبطت مع السكالي تحت تسيق فيه وزاد هبطت شكي طلو تسيقاتهم هذوك انت وحمل اللي يدخلوا عليهم. والسلوم بقى يتبع فيها هكذا شغل ما. السلوم لقيناها وليدي مطبق. السلوم لقيناها وليدي مطبق. وين في البريمير؟ لقيناه قدامها. وين في البريمير ايطاج؟ في الدوزيام في الريتشوسي؟ لقيناه يطايش. وين وين يطايش؟ قدامها. لقيناه يطايش. وين وين يطايش؟ قدامها. المرأة تاع البارح واش قالت لنا؟ قالت لنا كان انا كي دخلت لقيتك انت هزت لها راسها. وما داروا لهاش التوصية. لا لا انت. انت ياك. انا كي لقيتها طايحة. هزيت لها راسها. قالت لكم انت احنا بغينا نفهموا برك واش قالت. واش هضرت معاها؟ كي لقيتها تعوم قلت لها من المرأة طايحة. اجري ونهزوها. اه. انا ما نحسبهاش يعني. كي قلت لهم اجروا نهزوها واش هضروا معاك؟ واش قالوا؟ ما هضروش على التليزاق. صافي 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 خلاوها طايحة في الأرض. على التليزاق وجاو هذوك تاع لابوليس وهذوك. لابوليس جاو من بعد خلاص مش تنضرب. ما تولي حتى وليدي انا من كي شفت المرأة كي شفت تلعب لي الشلوش ما نكذبش عليك. قضية غامضة. وقعت بمنزل الضحية حيث تم حصر التحقيق في نطاق ضيق لم يتعدى أسوار المنزل. هذا ما أفاد به دفاع الضحية الذي أكد أن الحادثة هي جريمة قتل لا غبار عليها، مطالبا بإجراء تحقيق تكميلي لكشف الحقيقة المبهمة ومعاقبة الضالعين فيها. الذي حدث في هذه القضية أن المعاينة الأولية لم تكن بسبب ترويج إشاعة وأن الحادث حادث عادي سقوط في البيت، فهذا لا يتطلب تنقل مصالح الأمن وإجراء تحقيق. لولا تشريح الجثة الذي كشف وفند هذه الإشاعة لما وصلت هذه القضية إلى التحقيق. إذن التحقيق الابتدائي تاع الضبطية القضائية انطلق متأخرا ليس بسبب الضبطية القضائية، ولكن نعود نرجع لك المقدمة لما قلت لك حدثت في إطار ضيق. لو حدثت في شارع عمومي ثم يكون عندنا شهود، يكون عندنا شهود يتكلموا يقول لك كيف تمت العملية، لكن لما تكون داخل إطار ضيق الأمور لا تخرج عن من كان في مسرح الجريمة. وعندما يأتيك من كان في مسرح الواقعة يقول لك هاي كيف حدثت قضية وفاة، الناس كل تصدق الطرح الأول، الناس كل تصدق. لكن الحمد لله أنه فيه ما يسمى بالأدلة العلمية في البحث والتحري والكشف عن الجريمة، فالتشريح تشريح الجثة هو من قبيل الأدلة العلمية التي أثبتت وأن الضحية تعرضت إلى اعتداء قبل الوفاة وأن وفاتها كانت بسبب تلقيها لعدة ضربات. الآن من ضرب الضحية حتى تزهق روحها؟ وهل ثمة شخص واحد قام بهذا الفعل أم ثمة مجموعة من الأشخاص؟ وما هو دور كل شخص في هذه الوقائع؟ من القاتل؟ لماذا لم تصل سيارة الإسعاف إلى عين المكان؟ رغم أن مصالح الحماية المدنية لا تبعد عن المنزل كثيرا، تشريح الجثة وتقرير الطبيب الشرعي يفيد بأن الشابة قتلت مغدورة بأداة حادة قاطعة. في المقابل يؤكد أهل المشتبه فيها أن وفاة الضحية راجع إلى سقوطها من سلالم المنزل. القضية لا تزال قيد التحقيق. تقرير الطبيب
الطبيب الشرعي أكد أن الضحية توفيت مقتولة، أما أهل زوجها يصرون على أنه حادث. فريق برنامج تحريات حاول كشف الحقيقة من الطرفين، لكن أهل الزوج رفضوا المواجهة وفضلوا التكتم عن حادث أو جريمة وقعت في بيتهم. إلى هنا نصل بكم إلى نهاية عدد اليوم، ترقبونا في الأسبوع المقبل.